السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي وزملاتي الأعزاء، أهلا وسهلا بحضراتكم. اتكلمنا في محاضرات سابقة عن الـ RBCs هيستوجرام والـ White Blood Cells هيستوجرام، واليوم إن شاء الله هنتكلم على البليتلت هيستوجرامز. معلومة سريعة كده قبل ما نبدأ الهيستوجرام، هل ممكن نعد البليتلت تحت ميكروسكوب في الفيلد؟ طبعا ممكن، بس طبعا رفلي مش اكيوريت. بنعد تقريبا من 10 فيلد ونشوف متوسط البليتلت الموجودة في كل فيلد ونضرب في 20,000. وقالوا ان نظرا للميكروسكوبات الحديثة في الايام الموجودة دلوقتي، ففي ابحاث حديثة قالوا بنضرب بس في 15,000. وطبعا وانا بشوف تحت الميكروسكوب البليتلت، بنعد البليتلت، بنلاحظ هل في ماكرو بليتلت اللي هي جوينت بليتلتس ولا لا. فعندي مثلا هنا في عندي 4، منهم واحدة جوينت بليتلت، فأربعة في 15,000 يعني تقريبا العد هنا 60,000، ده طبعا رفلي. نبدأ شرح الهيستوجرام. ده شكل البليتلت هيستوجرام وده شكل الار بي سي هيستوجرام، وطبعا هنا بعدها اللي هو الوايت بلاد سيلز هيستوجرامز. ايه هو الهيستوجرامز؟ الهيستوجرام ده graphical representation of numerical data of different cell population on the cell counter. يعني ان اجهزة صور الدم بالارقام الموجودة في اجهزة صور الدم بتحولها لعملية رسم بياني. فعندي الاكس اكسس وده بيمثل السيل سايز، والواي اكسس بيمثل النمبر اوف سيلز. في هنا عندك طبعا في البليتلت هيستوجرام في كذا ديسكريمينيتور او لاين، وده هنعرف اهميتهم في اثناء المحاضره. فعندي الديسكريمينيتور اللي هو عند 2 فيمتوليتر، ده لو في خلايا جت قبليه فدي نتيجه للداست او اديتا بارتكلز او اير بابلز. لو بعد ال 20 ديسكريمينيتور فيمتوليتر، يعني 20 فيمتوليتر، لو حاجه هنا هتبقى دي ار بي سيز فراجمنتيشن او وايت بلاد سيلز ايه فراجمنتيشن. ده شكل طبعا الكيرف بتاع البليتلت، وزي ما احنا قلنا اقل من 2 فيمتوليتر ذا داست او اير بابل او اديتا بارتكل، وبعد ال 20 ار بي سي فراجمنتيشن والواي بلاد سيلز فراجمنتيشن. البليتلت بتقع بين التو ديسكريمينيتور اللي هو 32 ديسكريمينيتور، ودول الاثنين فليكسيبل اللي هو اللور ديسكريمينيتور او بليتلت لور ديسكريمينيتور، وده فليكسيبل بيتحرك بين الاثنين والسته فيمتوليتر، والابر ديسكريمينيتور او بليتلت ابر ديسكريمينيتور وده بيتحرك بين ال 12 وال 30 فيمتوليتر، ودول الاثنين فليكسيبل. لكن اللي هو الديسكريمينيتور اللي هو عند ال 12 فيمتوليتر ده فيكسد، لان اللي قبل ال 12 بين 2 و 12 ده النورمال بليتلت، نورمال بليتلت سايز، لكن اللي بعد ال 12 ده هيكون اللي هم المايكرو بليتلت او جوينت بليتلت. ده الايه شكل الكيرف بتاع البليتلت، اللور ديسكريمينيتور والابر، والابر ديسكريمينيتور واقع بين 2 فيمتوليتر وال 30 فيمتوليتر. اللي قبل الكيرف بتاع البليتلت ده شكله، فقلنا اللي هو قبل ال 12 فيمتوليتر ده النورمال سايز اوف بليتلت، واللي بعدها دول اللي هم بيمثلوا الجوينت بليتلت او مايكرو بليتلت. وشكل الكيرف بيقول ان شكله اللي هو ليفت سكويد، يعني مايل ناحيه الشمال شويه. وطبعا اي كيرف بيبدا عند البيز لاين وينتهي عند البيز لاين.
مهم جدا. ده اللي هو النورمال كيرف بتاع البليتلت برضو، وقلنا ان ده النورمال سايزد بليتلت، وده اللي هم اللارج بليتلت او الفراجمنتد ريد بلاد سيلز. فالبليتلت سايز طبعا النورمال بتاعها من 8 ل 12 فيمتو ليتر. بليتلت ديتكشن بتوين تو ديسكريمينيتور اللي هو بتوين 2 و 30 فيمتو ليتر، وفي فيكس ديسكريمينيتور اللي هو عند 12 فيمتو ليتر، وان الكيرف بيبدا عند البيز لاين وينتهي عند البيز لاين. عندي في صوره الدم بنلاقي في صوره الدم هنلاقي بليتلت كاونت وتحتها كذا رقم كده معناهم ايه. فهنلاقي مثلا حاجة اسمها MBV اللي هو المين بليتلت فوليوم، و BLCR اللي هو بليتلت لارج سيل ريشيو اللي هو بيمثل اللارج بليتلت ريشيو اوف لارج بليتلت بالنسبة للتوتال بليتلت، وال BDW اللي هو بليتلت ديستريبيوشن ويتس زيه زي اللي هو ال RDW، وده هنشرحهم بالتفصيل وهنعرف النورمال بتاعهم. عندي البي ال سي ار وان البليتلت لارج سيل ريشيو، وده بتتحسب ازاي؟ بنحسب نسبة اللارج بليتلت على التوتال بليتلت كاونت. البليتلت ديستريبيوشن ويتس، وده هنتكلم فيه ان احنا بعد نسبة 20% من الخلايا، طبعا الخلايا هنا من الزيرو بتبدأ من الزيرو لحد 100%، عند نسبة 20 بناخد خط بين الاسندنج كيرف والديسندنج اللي هو الخط ده اللاين ده، ونحسب بيه اللي هو البليتلت ديستريبيوشن ويت، وده بيمثل اللي هو الايه ديفرنشيشن في الايه السايز. والمين بليتلت فوليوم، وده بيمثل بليتلت كريت على البليتلت كاونت. طبعا في الانكريز بيرسنت اوف لارج بليتلت اللي هو بليتلت لارج سيل ريشيو، وده بنلاقيه في حالات الايه الهايبر لايبيديميا اللي هم الناس المعرضين للايه هاي ريسك اوف ثرومبوزس، وانكريز في البي ال سي ار والام بي في والبي دي دبليو، دول بنلاقيهم في حالات الاوتو اميون ثرومبوسايتوبينيك بيربر اي تي بي. النورمال البليتلت نورمال طبعا من 150 ل 450 الف، البي دي دبليو من 9 ل 14 فيمتو ليتر، الام بي في من 8 ل 12 فيمتو ليتر، البي ال سي ار وده 15 ل 35%، لان هو نسبة اللارج للتوتال نمبر. الام بي في طبعا زي ما احنا شرحنا في الار بي سيس بيكون في خط من البيك اللي هو او الطوب للبيز لاين، وده بيمثل الايه الفوليوم بتاع الايه الخلايا، وهو بيساوي البليتلت كريت على البليتلت كاونت، وده النورمال بتاعه من 8 ل 12 فيمتو لتر. ده النورمال بليتلت هيستوجرام، واللي هو طبعا البي دي دبليو اللي هو اللي قلنا عند نسبة الـ 20%. البي دي دبليو النورمال من 9 ل 14 فيمتو ليتر، من 9 ل 12 فيمتو ليتر اللي هو بين الاسندنج والديسندنج كيرف. البي دي دبليو قلنا من 9 ل 14 فيمتو ليتر، وده عند ال 20 زي ما هو كده المرسوم الخط الازرق الفاتح ده، والبي ال سي ار اللي هم دول اللي هم لارج بليتلتس اللي هم ناقطين بالنسبه للتوتال، والمين بليتلت فوليوم اللي هو الخط العمودي اللي هو نازل من القمه
اعلى قليل البيز لاين، وده النورمال بتاعه من 8 ل 12 فيمتو. ايه اهميه المين بليتلت فوليوم؟ المين بليتلت فوليوم قالوا ان هو في النورمال بيشنت الام بي بي يعني بيتناسب تناسب عكسي مع البليتلت كاونت، فلو زاد الام بي بي بيزيد في حالات الايه الثرومبوسيتوبيني، يبقى الام بي بي بيزيد في حالات الايه الثرومبوسيتوبيني. الام بي بي بيفرق لي بين الرياكتيف والماليجنانت ثرومبوسايتوزيس، بنفرق بيه بين الام بي في، اهميته ان انا بفرق بين الرياكتيف والماليجنانت ثرومبوسايتوز. فالحلاق اللي في الرياكتيف ثرومبوسايتوز حلاق البليتلت كاونت طبعا عالي والنورمال ام بي في، لكن في حالات الماليجنانت ثرومبوسايتوز هنلاقي البليتلت كاونت انكريز وانكريز ام بي في. الام بي في بيعلق في حالات ايه؟ في حالات السبلينكتومي والسي ام ال والمايل فايبروزس والاي تي بي والسيكل سيل انيميا، وديكريز في الهايبر سبلينيزم والابلاستيك انيميا والميجالوبلاستيك انيميا والكيمو سيرم. ده اللي هو البي دي دبليو، وده بيحسب لي الفاريشن في السايز اوف بليتلت، والنورمال بتاعه من 9 ل 14%، وهو بيزيد في حالات الابلاستيك انيميا والميجالوبلاستيك انيميا والسي ام ال والكيموثيرابي، وفولس انكريز في البليتلت كلامب والمايكرو ار بي سيز والفراجمنتد ريد بلاد سيلز. لان الكيرف هنا طبعا في الحالات دي الكيرف هيكبر شويه هيوسع، فهيزود الايه البي دي دبليو. ده اللي هو البي ال سي ار، قلنا اللي هو دول اللي هم بيمثلوا اللارج بليتلت. اللارج بليتلت واللارج بليتلت طبعا بتزيد اللي هو البي ال سي ار، بيزيد فيه البليتلت كلام او جوينت بليتلت او مايكرو ار بي سيز. ده شكل الكيرف، ده النورمال كيرف اللي هو بالرصاص، ده الرصاص ده، والكيرف الاحمر ده اللي هو ثرومبوسايتوزيس، حالات الثرومبوسايتوزيس. شكل الكيرف بيبقى كده. الثرومبوسايتوزيس طبعا ان البليتلت كاونت بيزيد عن الاربع اللي هو 750 الف بليتلت، وده بيكون فيه اسبابه ايه؟ يا رياكتيف ثرومبوسايتوزيس في حالات الاكيوت زي حالات اكيوت انفكشن والتيشو دامج والكرونيك انفلاميشن والماليجنسي والانيميا، والماليجنال ثرومبوسايتوزيس اسينشال ثرومبوسايسيميا والسي ام ال والبولوسايسيميا فيرا والبرايمري مايلو فايبروزيس اللي هم بيمثلوا المايلو بلوروفريتيف ديس اوردر. وقلنا بنفرق بين الرياكتيف ثرومبوسايتوزيس والمالجنان ثرومبوسايتوزيس بالام بي بي. الام بي 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 بيكون هنا نورمال وهنا انكريست. طبعا الكيرف بتاع البليتلت زيه زي الار بي سيس والوايت بلاد سيلز، فممكن نلاقي فيه ديسكريمينيت او فلاج في الايه عند اللور ديسكريمينيتور، فلاج يعني مش واصل للبيز لاين، او ممكن نلاقي فيه ابر ديسكريمينيتور فلاج، ابر ديسكريمينيتور فلاج، وبيكون بيعلى في حالات الايه يا جوينت بليتلت يا اما حاجه جايه من الار بي سيز فراجمنتيشن ريد سيل فراجمنتيشن او مايكرو ار بي سيز. يبقى هنا في فلاج في عند اللور ديسكريمينيتور وفي فلاج عند الايه الابر ديسكريمينيتور. وطبعا لو حصل فلاج عند الابر ديسكريمينيتور وعدى ال 20% هنلاقي البي دي دبليو مش قادر الجهاز يعدها، فهتلاقيها ايه برولونج.
ده شكل الكيرف، ده طبعا النورمال كيرف اللي هو بالرصاص الرصاصي ده، وده شكل الكيرف اللي بتاع الثرومبوسيتوبينيا بيبقى قليل. فعندي لو حصل فلاج في عند اللور ديسكومنيتور اسبابه ايه؟ يا هاي باك جراوند كاونت، يا بكتيريال كونتامينيشن اوف ريجنت، يا سيل فراجمنتيشن، يا بليتلت اجريجيشن. فطبعا الهاي باك جراوند ان انا بعمل ووشنج للجهاز، و بعمل بدخل عينه هواء واشوف الايه الباك جراوند بتاع الجهاز اخباره ايه. وطبعا لو في حالات البكتيريال كونتامينيشن اشوف لو في تعكير في الريجنت الموجوده، والسيل فراجمنتيشن وبليتلت اجريجيشن طبعا بنفرد لهم فيلم ونشوف هل في سيل فراجمنتيشن او بليتلت اجريجيشن ولا لا. فهنا طبعا زي ما قلت الشيك ايه طبعا بيك جراوند، والشيك ريجنت فور ايه كونتامينيشن، ده نفس الايه الفلاج. ده برضو هنا عندي في اللور ديسكريمينيتور فلاج، وده هاي زي ما احنا قلنا الهاي بلانك، وطبعا هو لازم يزيد عن الايه 10% من الخلايا، نسيبه عند 10% من 10%، وده نتيجة الهاي بلانك فاليو وبليتلت اجريجيشن وسيل فراجمنتيشن وكونتامينيتد ريجنت وهاي نمبر اوف ايه بكتيريا. الابر ديسكريمينيتور فلاج، وده اسبابه الريد سيل فراجمنتيشن او جاينت بليتلت او بليتلت كلامب او ايديتا انكومباتيبيليتي او اور كلوتد اي سامبل. فطبعا الريد سيل فراجمنتيشن والجاينت بليتلت والكلامب ده هنشوفه ازاي، طبعا بنفرد افلام ونشوف هل في فعلا ولا لا. في الايديتا لو انا شاكك في الايديتا بسحب عينه تانيه على الستريت اعيدها تاني، اعملها تاني على الجهاز. وطبعا هنا طبعا ايه شيك ذا بليتلت كاونت مانولي، و بليتلت ساتليتيزم اللي هو في الايديتا بنسحب على الستريتد، بنعمل ريكولكت يوزنج ستريتد انتي كواجلانت ونشوف هتصلح ولا لا. طبعا في هنا عندي لو حصل مالتيبل بيك فلاج، مالتيبل بيك ان يحصل في قمتين كده، وده الايه في الهيستوجرام وهنعرف دلوقتي. طبعا اسبابها ريكفري فروم كيموثيرابي وبليتلت انايزوسيتوزيس وبليتلت اجريجيشن. وطبعا ده طبعا لو حصل كده بنشوف الايه البي دي دبليو والبي ال سي ار والام بي بي، نشوف اخبارهم ايه. فمثلا هنا فنلاقي في حالات الايه بليتلت ترانسفيوجن وال اللايسد اور اتش دي اي سامبل. نفس البيك مالتيبل بيك. في شويه ملاحظات ان قال ان الكيرف زي ما احنا قلنا بيبدا عند البيز لاين وينتهي عند البيز لاين زيه زي الار بي سي. فلو حصل ان الكيرف ما بداش عند البيز لاين فهنا يعمل لي فلاج زي ما احنا قلنا، او في الابر ديسكونيتور لو حصل هيحصل برضو في حاجه جايه من ار بي سيس او جانت بليتلت. ده شكل طبعا لو حصل شيفت تو ذا ليفت ده في الحالات المايكرو بليتلت،
ولو حصل شيفت تو ذا رايت في الجوينت بليتل ده شكل الايه الكيرف في الجوينت بليتل، حصل شيفت تو ذا رايت وهنا حصل شيفت تو ذا ليفت في الايه السمول بليتلت. وبكده نكون وصلنا لنهاية المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.